سلام الله عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى حصتكم زوم سبور. زوم سبور لنهار اليوم سنخصصها للحديث عن مباراة الديربي بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر. لإثراء الحديث أكثر نستضيف معنا السيد عمر بطروني، لاعب سابق في اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر. سيد عمر بطروني، شكرا لقبولك دعوة تلفزيون النهار. الله سي فاتح، نشكرك على الدعوة والسلام عليكم. كما تابعنا سيد عمر بطروني مباراة مهمة ضمن الجولة الخامسة من البطولة الوطنية المحترفة بين اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، ما هي قراءتك الأولية لهذه المباراة؟ والله أقول لك مولودية الجزائر والاتحاد العاصمة مقابلات كل يوم، هذوما لي ديربي يتواجدوا على بال كيضلوا يهضروا مقبل ويتواجدوا الاتحاد العاصمة يوجدوا روحهم والفريق المولودية يوجدوا روحهم على كل حال، ولكن الديربي هذوما سايتي طول طون المولودية ولا الاتحاد العاصمة سايتي دي ماتش واش نقول لك، كانوا عرس كروي عرس كروي، والانصار تاع الاتحاد والانصار تاع مولودية الجزائر هما اللي يديروا الحفل الكبير. انت سبق لك وين لعبت مولودية الجزائر وحتى اتحاد العاصمة، كيفاش تشوف هذه المباراة خصوصا انه كان من يعتبرها تأر من 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 كأس الجمهورية اللي انهزم فيها مولودية الجزائر؟ ايه كان على كل حال دوك الاتحاد العاصمة عندهم كما نقولوا احنا حظ عندهم حظ، ولكن مولودية الجزائر لما انهزموا في الكأس الجزائر انا نظن باللي تكون مقابله وجهه اخر، تكون مقابله في فائده، انا نظن في فائده مولوديه الجزائر، خاطرش هما الحين دوك يتحكموا في كل شيء كيما واش صار لهم مع الاتحاد ماهوش راح يصير لهم. هو درس تقصد؟ بارك الله. سي عمر نعم هو درس، نظن ماهوش راح يصير لهم وماهوش راح يدخلوا بالطريقه هذيك اللي دخلوا بها في النهار النهائي. شنو بطروني سؤال نواجهه، هل مولوديه الجزائر هذا الموسم احسن من مولوديه الجزائر الموسم الفارط، خاصه انه كان تغيير في الاداره هذا الموسم؟ ايه كان تغيير، انا نظن باللي كان تغيير في الاداره هي الاول، وثانيا ماليا خلاص ما مولوديه الجزائر ماهيش تشتكي باللاعبين ما يشتكيوش من حاجه الماليه، رغم لاباسيه هي كلش دراهم، لما كيما نقولوا حنا يريغليو البروبليم دارجون انا نظن دوك المولوديه تسهل لها البطوله. كما القاسي السعيد راه راس على راس، راه هو المناجير العام للفريق، تشوف هذا الانسان مناسب لقياده المولوديه سي عمر بطروني؟ واش نقول لك، اللي لا داروه الا داروها هو المناسب، تولي من المناسب تاع ينسب للمولوديه الا داروا، شوفوا شكون اللي داروا ونشوفوا. احنا مازلنا على كل حال طريقه طويله تاع البطوله، طريقه طويله نشوفوا من حتى النهايه تاع لالي ونشوفوا الفريق المولوديه هذا وين. انا نظن باللي الاداريه كي تبدلت الاداره تاع رام لاباس بهم، انا نظن بلي راهم لاباس بهم، نشوفوا فيهم في كل مقابله ما نهزموش الى حد الان، ما نهزموش الى الحد الان، داروا كما نقولوا حنايا باركور بارفي، دونك انا نظن بلي الى يكملوا هكذايا البطوله تكون ان شاء الله لمولوديه الجزائر. عكس مولوديه الجزائر استقرار في الطاقم الفني والاداري لاتحاد العاصمه، هذا يساعدهم؟ يساعدهم شيء، يساعدهم على كل حال. شفنا انه اتحاد العاصمه بالرغم من استقرار، بالرغم من انه الطاقم الفني هو نفسه، الا انه هذا الموسم تعثر في ميدانه امام اهل البرج، الرغبه منه انه يتدارك، هذه راح تعاونه في الدربي سي عمر؟ ايه راح تعاون، لا راح تعاون مولوديه الجزائر ماشي الاتحاد، خاطر الاتحاد راهم كيما نقولوا حنايا داروا مقابله تهزموا ربحوا مقابله، ما رمش كيما نقولوا حنايا ما رمش في الوقت المناسب، ما رمش
فرم كما نقولوا حنايا رمي يسوشارش رمي رمي يحوسوا الفريق التشكيله المناسبه التشكيله المناسبه واللاعبين اللي لازم ومع المدرب هذا. وهي كما نقولوا حنايا طريقه شويه صعيبه للاتحاد. سي عمر بطروني قبل الحديث اكثر نتابع واياكم مشاهدينا هذه التصريحات للمدرب آلان جيجر واللاعبين برصدها لنا الزميل امين بالغدوش ثم نعود. On sait que ça va être un match difficile. On sait aussi que c'est une grande fête. On veut prendre un petit peu ce match pour nous, éviter de trop parler de revanche ou de pression ou de choses comme ça, parce que c'est un contexte qui est différent. C'est un match de championnat. C'est pas un match, c'est pas une finale de coupe, donc on peut pas comparer les matchs. Et on aimerait surtout le placer ce match sous le signe d'un match de fête où on se bat toujours pour 3 points. Du fait aussi de pouvoir jouer au 5 juillet, ça nous convient bien. Ça sera un match à l'extérieur puisque l'affiche est USMA MCA. Mais malgré tout, on aime bien jouer au 5 juillet. On aura beaucoup de spectateurs. فهم كرة القدم مقابلة تاع كرة القدم هي فيها رابح وفيها خاسر. احنا ان شاء الله ندخلوا المقابلة باش نجيبوا نتيجة إيجابية باش نقعدوا توجور في هذا الباركور تاعنا تاع لاكان هذه. المناصرين سي سامبل دونك تو ديبون لا ريونيون تكنيك حنايا مع المصالح الأمن والحماية المدنية. حنا والمسيرين تاع الاتحاد العاصمه متفقين على كل شيء. بقات لو نومبر دو تيكي اللي راح يتباعوا. اون فا فوار ان شاء الله دوما في لارينيون تكنيك بتات يورا 60000 سي يورا 60000 30000 بور اليو اسما 30000 بور لو ام سي ا باين لو كوتي نور تاع اليو اسما لا موتي تاع الفلومبو سورا سيباري بار ان كوردون سيكوريتي اي لو موتي سود تاعنا مع الفوقه اي لا تريبين اوفيسيال اوسي 50%. كما تابعنا سي عمر البطروني اجماع على انه المباراه ما حاش تكون مباراه طاريه بحسب تصريحات لاعبي ومدرب المولوديه، الا انه اللاعب في 5 جويليا هو حافز. هل صحيح انه المولوديه من حظها انها تلعب هذه المباراه في ملعب 5 جويليا؟ لا انا نظن باللي 5 جويليا ماهوش راهو ملعب اللي يجي يلعب تقدر تلعب فيه. وبالطبيعه كما يقول لك حنايا لما هي حاجه مليحه العشب العشب الطبيعي العشب الطبيعي الغازو ناتورال هذايا انا نظن مليح للفريقين اللي يجي لتما يقدر يدير ماهيش انا نظن ماشي ستاد تاع المولوديه ولا يروسيفي والمولوديه تما هي ستاد تاع كامل يقدروا كامل يلعبوا فيها. شفنا الشباب بالكور مع المولوديه الجزائر لعبوا الشباب لعب لاباس به ومولوديه الجزائر لعبت كانت مقابله انا نظن تقصد انه طعم الديربي راح يكون في 5 جويليا احسن؟ احسن احسن علماش هي كيما نقولوا احنا اللي ديربي ملاح الانصار ما راك شفت لو كان يلعبوا في بولوغين ما يقدر ما يرفدش بولوغين وتكون كيما نقولوا حنايا كارثه لما يلعبوا في بولوغين. ولكن سان جويي فيه كبير ويقدر يرفد كما احنا حتى ل 80000 متفرج وكاين كما نقولوا حنايا الامن وال الظروف وكاين هذوك تاع لا سيكوريتي ثاني شفنا احنا شفت المقابله دخلت شفت مقابله تاع شباب بيلكور المولزين لا لا باس لا باس. سي عمر بطروني لكن النقطة اللي نشير إليها أنه مولودية الجزائر هذا الموسم راهو يستضيف ملعب 5 جويليا، اتحاد العاصمة راهو في ملعب بولوغين، هذه النقطة اللي كانت طرحت إشكال وقالوا إدارة الاتحاد قبل الاتفاق أنها تفضل اللعب في تشاكر أو في ملعب آخر من مبدأ أنه المولودية حتستضيف 18 مباراة في ملعبها. هنا نقطة الخلاف اللي كانت الاتحاد راه محروم الآن يقول لك احنا محرومين من مباراة داخل الديار لكن نلعبها خارج الديار. ايه هذا كما يقول لك هذا هو لما خيروا هما اللي خيروا باللي لي ديربي يلعبوا في 5 جوي ولما انا نظن بولوغين الاتحاد تلوسيفي في بولوغين ولا تلوسيفي في سان جويي ولا نظن باللي هي ما فيهاش هي كرة القدم لما تكون عندك فريق لاباس به ويلعب هاك شفت لعبوا الكاس
في 5 جويد كسبوا الكاس. انا نظن ما فيهاش فرق ولا هي اللاعبين وكما نقولوا هنايا والمستوى هو الصح. هل كانوا في سابقا تحت لعبت مباريات كثيره في الدربي؟ هل كانوا مباريات خارج ملعب 5 جويليه دربي اتحاد العاصمه ضد الجزائر؟ لا كان لعبناهم في لما 5 جويليه بناوه، كنا نلعبوا في 5 جويليه، كنا نلعبوا 4 مباريات. وكانت المولوديه تستضيف هذاك الوقت في ملعب 5 جويليه؟ في الملعب 5 جويليه كنا نستضيفوا ب 5 جويليه. الفرجه راح تكون مضمونه ايضا للانصار. شفنا تصريحات كمال قاسي سعيد المناجر العام لمولوديه الجزائر اللي اكد ان المدرجات راح تكون مقسومه بالعدل وانه يسمحوا لهم بان يوضعوا تيفو الصور الجميله. هل هذا يعطي نكهه خاصه للدربي سي عمر؟ هذا هو، لازم يكونوا كما نقولوا حنايا تكون صوره جميله بالانصار الاتحاد وانصار المولوديه. شوف انا باش نفهمك، انا باش نعاود لك، شفت لما المولوديه تهزمت في الكاس، شفت انصار المولوديه الجزائر والانصار تاع الاتحاد حبطوا كيف كيف وفرحانين وما صار والو. وانا نظن هي كما قلت انت، هي عرس، هو عرس، احنا عرس كروي، احنا ماذا بينا كي ندخلوا نشوفوا المستوى تاعهم. ما لازم ندخلوا احنا باش ننعسوا في الدرجات، لازم كي ندخلوا نشوفوا مقابله اللي يسمى والاخر، لازم كما نقولوا حنايا تنطلق في 100 في الساعه. سي عمر البطروني، بعد رحيل مناد راهو معاقب، شاوشي، بابوش، عمر غريب، هاد الامور ما اثرتش كثير على مولوديه الجزائر هذا الموسم؟ لا انا نظن ما اثرتش. هاك شوف، لا ما كانش، شوف دوك فهمك، في كره القدم ما كان لا مدرب لا لاعبين، لا هو الفريق كامل الناس تجوز منه. اليوم راهم هنايا، غدوه شاوشي يكون في الامسي ولا يكون في هي ما واش تحب نقول لك، ما كاش كاش العقاله ولا كاش نقول يعني كيفاش نقول الجمله هذيك. لا تقصد انه غيابهم ما راحش ياثر على الفريق؟ والله غيابهم ما راحش ياثر. ما كانش اليوم الفريقين هذوما كامل اللي راهم يلعبوا، ما كانش اللاعب اللي هاك شفت، كانوا اللاعبين في المولوديه وراحوا للسما هكذا، ما تاثرش عليهم. لكن المشكل انه مثلا في حراسه المرمى شاوشي حارس كان يقود عارين. لا شاوشي حارس لاباس به، وحارس حتى بابوش لاعب، حارس كبير، بابوش كذلك لاعب كبير والحق ويله. ولكن الكرة القدم اللاعبين يتبدلوا من طريق الى ويتبدلوا والفريق يمشي وهي رايحه، وهذا هو، هذه هي كرة القدم. ما نقدروا لو كان جينا نقدروا احنا ثاني كنعاودوا نولوا في الملعب ان شاء الله. ولما لا ناس لا هذا كل واحد وقته. شوف باش تعرف بلي شفت انايا اللعاب هذاك اللي يلعب في بلاصه بابوش، والله غير لاباس به، عندي يدير واحد الطلعات شفته يدير واحد. وفيما يخص الاداره سيد عمر بطروني، رحيل عمر غريب ما اثرش على الاداره؟ لا ما تاثرش. لا عمر غريب كان واش نقول لك، كان ما عندوش كيما نقولوا حنايا، كان سيبورتير تحب نقول، كان مناصر. هذا ما كان عندوش مصداقيه في الاداره، كان ما كانش عنده مصداقيه في الاداره، ما كانش عنده مصداقيه. كيفاش رجل مثل هذا ما عنده، تقول انه ما عندوش مصداقيه قاد مولوديه الجزائر السي عمر البطروني؟ ايه ما عندوش مصداقيه. لما شوف نفهمك، ما كاش اللي يحكم فريق هكذا، يحكم فريق